يتعصب وكذا ويقعد يقول يا رب اموت انت لا الله انتوا جننتوني انا يا رب خذني يا رب مش لازم اجيب له الحاجه دي. وبعدين هو يحب اللعب خالص يحب السفر خالص انا مش عارفه اتصرف معاه ازاي يعني حيله مش نافع وسايسه مش نافع اضرب مش نافع فمتعبني خالص بصراحه يعني مش عارفه يعني هو اتفرج على افلام عربي كتير. لا خليني اسال هو انت اللي مربياه في البيت ولا بيقعد مع دادا ولا مع جده؟ لا بصراحه انا يعني انا انت اللي باذله مجهود تربيته كله. بصراحه انا اللي باذله كل مجهود انا يعني حتى بابا النهار كله في الشغل وكده فانا مش عارفه اتصرف ازاي بصراحه. انا هقول لك حاجه يا رندا اسمعينا بقى وانا هرد عليكي بس يمكن تزعلي بس احيانا يا بخت من بكاني وبكي عليا يا بخت من ضحكني وضحك الناس عليا. ايوه فهقول لك وان شاء الله يبقى بفايده. الواقعة دي هنا هو الابن اللي بيلطم وبيصوت وبيقول يا رب خدني وبتاع. شفت انا كيس قبل كده ومن غير ما تحس الام بتعمل كده. اصل الابن وعاء فاضي يا جماعة هيجيب منين؟ ممكن تكون مامته بتعمل كده يعني؟ لازم هتكون بتعمل كده لو وقفت واقفة مع نفسها فخنيقة هتلاقي ان في لحظة عصبية مع الزوج او من الابن نفسه هي بتقول يا رب خدني يا رب مش عارفة انتوا جننتوني. اصل بصي اصل انا هجيب منين؟ انا كطفل هجيب منين؟ يعني ما ينفعش دكتور يبقى من الافلام؟ لا لا من الافلام بصي هيلقط كلمة وهيستعملها يوم اثنين وخمسة ونسيها يعني الامباكت بتاع الافلام في امباكت طبعا وفي تأثير ولكن تأكدي الرد الفعل بيبقى امبالسيف رياكشن رد فعل غير محسوب من المؤكد ده اللي اتحوش اتحوش منين والام بتبقى البوابة الاولى للدنيا فلو هو النهاردة عايز حاجة وقالت له لا او ابتدى يصرخ كده تسيب يعني حتى لو نام على الارض في الشارع. طب البيبيز يا دكتور برضو الواحد لو قعد يعيطوا يصرخوا كده يسيبهم؟ لان هو بيجرب اصل الطفل من وهو صغير دي حيل يعني الطفل بيبقى شديد الذكاء فبيجرب حاجات كتير بيجرب ان مثلا ده انا تقول بطني توجعني وانا بنتي تستخبى ورا الستاره وتقعد تعيط وبعدين تبص كده يعني اللي هو تشوف انا الرياكشن بتاعها يبقى زي وتكمل عياط انا اذكيه قوي فهي لو عايز الطفل حاجه لو حاجه اقدر اديها له وما فيهاش مشكله ومش بتاعه حد هو شطان فيها اجيبها له لكن لو حاجه زياده عن اللزوم او ما ينفعش اقول له لا يصرخ بتاع فين اير كاني مش شايفاه وهيتعب وهيسكت هيتعب وهيسكت وبعد كده هيدرك بعد كده انه قبل ما يتصرف او قبل ما يعوز هيفكر هيغير الطريقه لان ممكن هنا الطفل بيجذب اهتمام بحاجتين يا اما ان ممكن تلاقي طفل مطيع قوي زياده عن اللزوم بيمثل الطاعه وعاده ده اللي بتلاقيه اصغر او الساكت ليه بيتفرج على الكبير ايه الاخطاء اللي عملها فعايز يبدا من حيث انتهى الكبير ويتجنب الاخطاء وساعات بيعمل عن غير اقتناع عن غير اقتناع لكن بيبقى نقول ايه زي تملق وتلاقي نبره الصوت مستعاره لما يكبر ويوطي صوته ويتدلع كده لكن ده خافي منه اكتر لانه هو عنده طاقه كامنه مثبوته طاقه غضب لكن عايز دايما الناس تقول برافو عليه ده هايل ده احسن من اخوه حاطط نفسه دايما في المقارنه مع اخوه مش مع الناس حتى عارفه لو مع الناس هيتميز لكن عايز يطلع احسن من اخوه فهنا هو لازم يعني خدي بالك من التاني او الشخص من ولادك اللي هو اللي تلاقيه ساكت الساكت ده واللي بيدعي صوت مستعار ودايما يقول لك حاضر طيب وكده ورقه ليه لانه فعلا طاقه عنف ومكبوته دي انفجارها او ضربتهم بتبقى قاضيه من الناحيه التانيه ابني شقي بيصوت بيعيط لازم هيتربى لان الدنيا مش هتديله كل حاجه عنده 9 سنين كبر بس هنا انا بقول لماهد من المؤكد كل المصطلحات رندا ساري المصطلحات اللي بيقولها نو واي ده انبوت لان الابن عباره عن شريط فيديو بيسجل صوت وصوره صح الحركات التصرفات الكلام نبره الصوت حتى هتلاقي الحركه لو بصيتي في المرايه هتلاقي بتعملها والام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق احنا معانا جيجي الو جيان الو الو خير ازيك يا جيان لو سمحت يا
اصحابه في النادي او كده ما بيلعبش مع اصحابه هو بيحب انه يلعب مع اصحاب اخته. يعني هو ايه ما عندوش حته ان هو لو مثلا واحد صاحبه زعله او حاجه ان هو يواجهه ويتعامل معاه. لا يروح متنرفز ومتعصب وبعد كده بيسيب صحابه ويبعد عنهم خالص. حاضر. فانا مش عارفه يعني اصلا مع الاكبر مني يمكن لا اصحابه اسلوب الاتيكيت في كده يبقى يعني. طيب حاضر. مسيرك يا جيهان. هنا لما نحاول طبعا في الموضوع ده نفصل خروجات البنت عن خروجات الولد علشان يتفهم ان ما البنت مثلا هي اكبر منه بتقولك بتاع 19 سنين فالبنت اكبر بتاع 12 13. فلو في مثلا تدريب في النادي هي رايحه مش في نفس التوقيت تدريب اخوها الام توديها لوحديها وتسيبه في البيت فهيلاقي نو واي او تقول له كلم صاحبك يجي يقعد معاك. يبقى هنا بتربيه ان هو تو بيلد اب يبني علاقته الاجتماعيه والرباط الاجتماعي بتاعه هو. لكن هو بيستسهل عاده يعني بقول التاني بيستسهل او الاقل قدرات بيستسهل. فهنا احاول عمليه الفصل ان البنت تخرج وممكن اقعده في البيت حتى لو هفوته ميعاد للنادي او للتدريب او حاجه واقول له ممكن البنت ابعتها مع دادا او مع باباها النادي للتدريب او لانها تسوشيالايز مع اصحابها واقعد اقول له تقدر انا قاعده معاك النهارده وتقدر تكلم اصحابك. ابتدي تو بيلد اب حبه حبه لغايه لما يبقى له مجتمعه المجتمع بتاعه اللي يامنه. هو امن لانه هو حابب اخته فاخته بالنسبه له الامان وبالنسبه له قدره يعني كبر شافها فبيقلدها بيتعلم منها. وهي ده واضح الام نجحت ان هم يبقوا اخوات يبقى في ترابط بينهم. فلكن انا بعمل عمليه فطام بالراحه. فهي في الحاله دي انها تقعد معاه في البيت وتقول له اطلب اصحابك لان هيكبر كمان بالوقت هيلاقي بعد كده انفضوا وملهوش غير اصحاب اخته. وهو ملهوش اي ذنب غير ان هو فعلا بيحب اخته اتربى تربيه جميله ان هو يحب الاخت. فهي بس افطمه بالراحه منها. دلوقتي يا دكتور عايزين نعرف بقى ازاي ان احنا نقدر نستفيد بوقت الاجازه بالنسبه مثلا لاولادنا او بالنسبه لينا حتى نفسنا بحيث انه يكون في يعني نعمل نوع من انواع تنظيم الوقت. في ناس في الاجازه مثلا بيسيبوا اولادهم يناموا اوقات متاخره جدا بالليل ويصحوا تاني يوم برده متاخر ما بيعملوش اي نوع من انواع الانشطه بيبقى يعني بتبقى الاجازه ما لهاش فايده. فازاي نقدر هو لازم الناس. هنا طبعا يبقى جدول جميع يعني ما ينفعش اجدول لاولادي وانا لا لان زي ما انا لغايه سن 7 سنين ركزت انا والاب اربي نفسي عشان خاطر الاولاد المرحله اللي بعد كده المشاركه. فلازم يبقى جدول جماعي للكل. جدول الجماعي ده زي ما ربنا خلقنا هنقسم. ربنا خلقني راس يعني مخ خلقني ايدين ورجلين وعضلات يعني رياضه. يبقى هنا قراءه او كمبيوتر او حاجه تغذي الجزء ده وحاجه تنمي الجزء ده وقلب اللي هو المرح بقى السينما والمسرح والمصيف والعلاقات الاجتماعية. لازم احط جدول متقسم لتلاتة راس او مخ عضلات مشاعر. اقدر احط ده انا لأسرة كلنا هنرتاح. فهو ده الجدول اللي نقدر نجدول نفسنا عليه عشان ندي اجازة حتى او نجازي كل حاجة بالخير بقى. بس طبعا السهر كتير ده عشان برضو عضلاتنا طبيا مش مظبوط لان غدة الكورتيزون في الجسم اللي هي علاج لكل حاجة بتبتدي تفرز من بعد 9 بالليل 8 9 بالليل. يعني المفروض نايم اولادنا الساعة كام في الاجازة؟ يعني بص يعني في كتير 9 ممكن ماكسيمم 10. لازم ياخد الراحة العادية لكن ما يبقاش نهاره ليله لان الكورتيزون ما بيفرزش مظبوط في الجسم وبالتالي بيحصل خلل في كل غدد الجسم وخلايا المخ. يا ريت الاطفال يسمعوا لان بيزعلوا من الاهالي لما بتناموا بدري. بتناموا يعني هم يحبوا يناموا 2 الصبح قدام البلاي ستيشن بقى والكمبيوتر. عبد الله يكون سمعنا دلوقتي. عبد الله عملنا له حلقه مره. معانا تليفون مدام سارة. الو. اهلا بيك. اتفضلي مدام ساره. الو مساء الخير. مساء النور. لو سمحتي انا عايزه اسال انا عندي بنتي عندها 3 سنين واما بنخرج في اي مكان ونبقى قاعدين كده اقول لها اعملي حاجه او
هي دي اللي صوتها طالع؟ هي دي يا سارة اللي صوتها طالع؟ نعم؟ هي اللي صوتها طالع؟ لا ده دي بنتي الثانية الصغيرة. حاضر يا سارة. ماشي. هو زي ما بقول احنا يعني نبتدي نقوم الولاد من سن 7 اللي هي ملخص اللي قلناه في الأول. فسن 3 ده صعب ان انا اقول له اعمل ما تعملش اقعد هات ما بقبلش الاوامر بيستوعبوا اصلا. اصل عارفه يا شيرين بنقول ان الطفل كل سنه او البني ادم كل سنه من عمره تساوي دقيقه تركيز. فهنا طفل عنده 3 سنين 3 دقايق 3 دقايق يقدر يركز في حاجه 3 دقايق يعني ياكل 3 دقايق ويقوم ينط 3 دقايق في حته تانية ويقوم يعمل حاجه كويس وعايز يريح قدهم. فبالتالي هنا هو ما اقدرش افضل اقومه قوي فبالراحه عليه. وحضرتك قلتي نسيبهم لحد 7 سنين لغايه 7 سنين ولكن الحقه بس في الحاجه الخطيره لكن مش طول الوقت سيب الميه سيب الكوبايه سيب سيب الشوكولاته طول الوقت اوامر 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 فين الحب صح اللي بنعدي بيه كل حلقه. لازم فبالحب هناخد الاجازه وبالحب هنقبل الإيجاز أو الجزاء بالإيجاب أو السلب هقبله بحب وهشوف هطور نفسي إزاي بحب. ولو ابني ما جابش مجموع لأن بس قدراته كده فبحب هقبله وأشوف بحب الرياضة لو هو بيحب حاجة تانية هنميه بحب. يا رب كلهم ينبسطوا في الأجازة واللي ما ظهرتش نتائجه يا رب بدائلهم بالحب ان نتائجكم تبقى حلوه. يا دكتور غاده حضرتك طبعا انت يعني معلوماتك قيمه جدا احنا بنحبك قوي وبموت فيكي حضرتك ان شاء الله. يا دكتور ان شاء الله نلقاكم على خير السبت القادم في نفس الميعاد وان شاء الله تبقى معانا للشفايف. ميرسي ليكم. الفسكور في الشرق الاوسط. اهلا بك يا دكتوره. ازيك يا دكتور؟ ومعايا طبعا مذيعه متالقه ده يا حبيبتي. عيانه النهارده. عيانه النهارده. سلامتك يا سلام. دكتور طبعا احنا داخلين خلاص على الصيف او دخلنا اوريدي على الصيف وطبعا ايميلات جات لنا كتير ان احنا نتكلم عن انترفيو للمره الثانيه طبعا مقابله في العمل او كده. فعايزين نسترجع برضو زي ما اتكلمنا قبل كده عن الانترفيو اثناء وقبل وبعد المقابله الشخصيه للعمل وده طبعا هيكون بعد الفاصل. دكتوره انواع اللقاءات الشخصيه دي او لقاءات العمل دي او انترفيو العمل كتيره قوي فتحصلها لنا كده يعني بشكل سريع ونبتدي نخش بالتفصيل على ما قبل. احنا سالنا قبل كده في بعض حلقات كل شويه يجي لنا بوبين كول حد يسال اعمل ايه في الانترفيو اعمل فكنا بنقول هندس بسيطه. فميزه الحلقه هنا ان احنا هنقول كلها على الانترفيو. عندي انترفيو لو انا لسه خريج جديد وبعمل انترفيو لاول مره. عندي انترفيو لو انا النهارده بتنقل من مكان لمكان براتب اعلى او بوزيشن بوست اعلى او كده. عندي انترفيو لو اتعمل لي هيد هانتنج لان النهارده في شركات كتيره بتاخد حد من مكان وبيشتغلوا في